إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي السلام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، ندقق، نبحث ونتأمل. أصدقائي، دي أول حلقة بسجلها بعد رجوعي من لفة طويلة، والحقيقة يعني كان لازم أقول كده، وإن كان يعني بياخد البرنامج شوية في اتجاه شخصي، لكن يعني غصب عني، لأنه لقيت وأنا راجع من حبكم ومن تقديركم ما اضطرني خجلا وحياء أني أقول الكلمتين اللي أنا بقولهم دول. أنا بشكر كل الكم الفظيع الحقيقة من الجوابات والتلغرافات اللي اتبعتت بتقول لي مبروك، أشكركم كلكم، وإن شاء الله دايما أظل ويظل البرنامج عند حسن ظنكم. من ناحية تانية الحقيقة بشكر كل الإخوان اللي قدموا مساعدات ليا وللبرنامج وأنا مسافر. بشكر يعني على أخص بالذكر الحقيقة أخونا من التنسيق أيمن فتحي، ومهندسنا الدائم علي حسن، والصديق الإذاعي عمر بطيشة، كل الحقيقة اللي سهل مهمة نقل البرنامج، لأن أنا كنت ببعت الحلقات الحقيقة بسجلها وأنا برا وببعتها على شرايط هنا، وكانوا يعني بيذللوا كل العقبات في سبيل أنه البرنامج يطلع في ميعاده، والحمد لله ربنا بيض وشنا معاكم وما تعادتش حلقات كتير، يمكن هي حلقة العيد بس اللي تعادت، فدي ما لحقتش أبعتها الحقيقة. فبشكركم ونبتدي سوا حلقة النهاردة. كنا اتفقنا أو قلنا قبل كده انه نخصص حلقة باعتبارنا بنغطي اعمال موسيقانا الراحل استاذ محمد عبد الوهاب، وبرضو على السيرة يعني معلش في جوابات قالت مش انت زودتها شوية، يعني انت غطيت وعملت تغطية كافية، وكان ممكن انه ده يتم في حلقات متعددة مع بقيت ما يقدم في البرنامج أو من أعمال المؤلفين والملحنين الآخرين ولمطربين آخرين. الحقيقة أنا مش شايف أنه ده كفاية، يعني أنا شايف أن ينبغي تكريما للرجل وتكريما للريادة وتكريما للموهبة وتكريما لحق ده كله علينا أن احنا نكمل هذا المشوار مع أستاذنا كلنا، أستاذ كل الأجيال اللي حضرها وعاصرها لحد الجيل الحالي، ويمكن أجيال كتيرة ستأتي بعد كده. فالحقيقة مش شايف أنه حتى ده يوفي حقه، وإنما هو نقطة ضوء صغيرة جدا مش بس يستحقها، لا الحقيقة وقفة تستاهل أن احنا نوقفها ونبص نشوف احنا كنا عايشين في عصر شكله إيه وفي مين وحصل فيه إيه من خلال أعمال محمد عبد الوهاب.
أصدقائي اخترت من أعماله الطوال قصيدة الكرنك، واختياري للكرنك الحقيقة لا يقلل من شأن الأخريات من أعمال موسيقار محمد عبد الوهاب، كلهم حلوين قوي، وإنما هو اختيار ذاتي جدا، لأنه الكرنك من أقربهم لنفسي، ولأنها تحمل لي شخصيا ذكريات طفولة كتيرة. هذه الأغنية كنت أرهبها وأنا طفل، كان فيها قدر من الجلال والرهبة بيخوفني بجد، بخاف منها كنت وأنا طفل، وكان فيها جزء يبكيني طفلا، الجزء اللي بيقول فيه أين يا أطلال، المقدمة الموسيقية اللي قبله، وده هنتكلم فيه دلوقتي يعني جاي الكلام فيه. لكن كنت أما أوصل عند الحتة دي كطفل كنت لازم أبكي، ونما حب شديد بيني وبين هذه الأغنية يلازمني حتى اللحظة اللي بكلمكم فيها، وأعتقد أنه هيلازمني بقية حياتي. إذن هو اختيار سببه ذاتي جدا، مش سببه أن الكرنك أحسن مع عمله محمد عبد الوهاب، لأنه صعب جدا أن احنا نقول في أغاني طويلة مين الأحسن، الكرنك ولا الجندول ولا الحبيب المجهول ولا همسة حائرة ولا عاشق الروح ولا حياتي أنت ولا إيه. من هنا أبتدي معاكم الكلام عن الكرنك. الكرنك طبعا معروف، معبد الكرنك. إذن هناك في أول الكلام تواجد إجباري للجو الفرعوني داخل القصيدة. جميل. نمرة 2 الكتابة بالشعر العربي كقصيدة يعني، وهنا برضو في ما يدعو لرصانة لحنية وجدية لحنية. نمرة 3 القصيدة كلها مكتوبة فيما قد نسميه بالريفري أو بالحلم، وهو حلم يقظة في غالب الأمر، ما هوش حلم نوم يعني. ومن أول القصيدة الشاعر بيقول هذا الكلام، ده بيغلف الجو العام بشكل رومانسي، معالمه واضحة جدا على اللحن. نمرة 4 هذه القصيدة من أكثر قصائد عبد الوهاب تعبيرية، ومن أكثرها بحثا عن الكلمة ومعناها. يعني مثلا نضرب مثال صغير كده، وهفة، أول ما بتيجي كلمة هفة دي فبنشوف الكمانجات بتعمل حركة اسمها تريمولو أو ترعيش بالقوس على الوتر. هذه الحركة بتدي مع كلمة هفة إحساس بالرغبة الشديدة، بالحماس، حتى بالحركة أكاد أقول. على مدى أغنية الكرنك هنلاحظ هذا الكلام، برضو في الجزء الأخير هنلاحظ من أول ذلك الطائر مخضوب الجناحي يسهد الليلة بآيات الصباحي، هنلاحظ أنه المزيكا نشطت. على المهم مش عايزين نسبق الأحداث، وتعالوا نبتدي مع الكرنك حتى حتى. طبعا كلنا سمعنا الكرنك كتير، ومش هتزعلوا قوي لو قطعنا داخل الأغنية أو قسمنا الأغنية إلى مناطق تحليلية تسهل علينا هذه المهمة الصعبة. يلا ربنا يقدرنا. بتبتدي الكرنك بالأوركسترا كامل، وهنا الأوركسترا برضو على فكرة تاريخ تسجيل الأغنية مكتوب على الشريط، وده من المفاجآت الظريفة، تاريخ 7 يناير 1941، يعني 50 سنة من النهاردة، ونقول 6 أشهر تقريبا، 50 سنة ونص. من 50 سنة ونص الراجل ده بيفكر بالشكل ده، يعني برضو تتحسب له. لو بصينا شوية ودققنا شوية هنلاقي انه اللي بنقوله دلوقتي ده هو فكر فيه من 50 سنة، وان ما كانش فكر فيه فعمله بفطرته من 50 سنة، وفي الحالتين الحسبة بتاعته معاه. اذا بنبدأ بجملة اوركسترالية، وهنا كلمة اوركسترالية الحقيقة زي ما قلنا في الحلقات السابقة انه ما كانش فيه اوركسترا بالمعنى الكبير للكلمة، يعني كل الملاحظ هم آلات الوتريات، ومنها وفيها نقص كبير، يعني كم كمان يمكن 6 7 8 بالكتير المسجلين، وتشيلو، مفيش باص،
لما بنسمع ايقاع بالباص اللي هو زي بوم بوم بالنغمة يعني، ده بيكون عازف التشيلو عازف بالصباع او بيتزيكاتو يعني، ما بيستعملش القوس في الحالة دي، بيعمل ريتم بصباعه. اذن بنبدأ مع الاوركسترا جملة عريضة ووقفة وقانون ترم، والجملة بتتكرر ووقفة وقانون. ليه؟ لتغليب الجو الحالم، لتغليب الجو الرومانسي. القانون في لما بيعمل خبطات صغيرة أو ضربات صغيرة بيدي انطباع بمرور زمن، عامل زي الساعة أو زي دقة القلب أو زي شيء بيدق، شيء بيعدي وبيفوت، انطباع زمني، انطباع في نفس الوقت كمان رومانسي جدا. ثم تفجر أوركسترالي اللي هي الجملة تا 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 تاريدا تاريدا. دول كل ده معمول في إطار الحر أو الفالت. يعني إيه؟ يعني إشارة فقط ومفيش رتم ملعوب. الرتم موجود ولكنه محسوس غير منفذ، الى ان بيجي لنا الريتم بتاعنا اللي هو تم 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 تم، اللي هي عليه الجمله بتاعه ترم 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 تي تا تا را را را. ده جميل. الوحده الزمنيه 4 عدات، 4 من 4، يعني 1 2 3 4، 1 2 3 4، ماشيين كده. لكن خلوا بالكم النقطه بقى، انه شوفوا الغنوه طولها قد ايه. التواجد الريتمي المشاخ لعياه بتاعنا بتاع اليومين دول ده ما كانش مشكلة بالنسبة للملحن، يعني كان ممكن يعمل أجزاء حرة كتير جدا بمزاجه وبخياله والناس معاه ومفيش مشكلة. احنا دلوقتي الواحد فينا لو ريح دقيقة ولا حاجة يقولك لا الغنوة تنام مني، مش عارف أيامهم يعني كانت الغنوة ما بتنامش ليه، ولا كان المستمع هو اللي كان كده، ولا يعني قضية نناقشها يمكن في وقت تاني في حلقة أخرى، لكن على الأحوال هو ده اللي كان حاصل. طيب، هل غفل محمد عبد الوهاب عن تحقيق الجو الفرعوني؟ الحقيقة لا. صحيح ان المقام اللي بنبدأ منه هو مقام الكورد، لكن خلوا بالكم بقى من الحكاية دي. داخل هذا المقام وعن طريق تجاهل التحويلات الصغيرة النص تون، يعني فاكرين احنا ما اتكلمنا عن انه في تون كامل اللي هو البعد بين صباعين بيض في البيانو الدوري مثلا، وقلنا انه الصباع الاسود اللي في وسطهم ده هو نص التون او نص المسافة. طيب، تجاهل انصاص الاتوان خلى عبد الوهاب يخلق داخل مقام الكرد السلم الخماسي اللي كان بيستعمل ايام الفراعنة. اذا نجح من داخل مقام شرقي انه يخلق هذا الجو الفرعوني اللي بنعذره فيه لقلة الاوركسترا، وان كان باين جدا قصده، واضح جدا استعماله للسلم الخماسي داخل مقام الكرد بيوضح جدا رغبته في انه يخلق جو تاريخي، جو زي ما قلنا فرعوني. بتنتهي المقدمة الموسيقية بالتسليم، والتسليم هو مدخل الأغنية، هو الحتة اللي الملحن بيقول للمطرب اتفضل غني، اتفضل قول، يعني بيمهد له، بيوصله لأعلى مراحل السلطنة قبل ما يغني. والتسليم هنا طريقته ظريفة جدا، بتتقال نفس الجملة بتتكرر، صحيح، لكن بتتكرر مرة من فوق ومرة من تحت، يعني مرة من العالي ومرة من القرر، مرة من الحاد ومرة من الغليظ، وثم تكرر مرة تانية تالتة من الغليظ. أصدقائي، نسمع سوا مقدمة الكرنك. Yeah.
الله عليك. قبل ما استرسل اتصور والله جايني نفس حالة الرهبة اللي دايما بتجيني وانا بسمع الغنوة دي، مش فاهم يعني ايه الواحد ما بيكبرش ولا ايه. كنت عايز اكلمكم على حكاية برضو، ناس كتير بتسألني ليه الوش اللي حاصل مثلا في غنوة زي دي، ايه الموضوع بالظبط. الغنوة دي اولا مسجلة من على مسرح معهد الموسيقى العربية اللي كان في شارع رمسيس، اللي كانوا بيقولوا عليه معهد فؤاد. ثانيا لازم معلش اخد ولو دقيقة معاكم نتكلم فيها عن تطور التسجيلات، ماذا حدث، ايه الموضوع بالظبط. باختصار شديد، هذا النوع من الشرايط كان اسمه شريط الصلب، وكانوا بيقولوا عليه شريط الصلب لانه كان معمول من الصلب بالفعل. كان شريط ضخم جدا، وكانوا عشان يشيلوه يعني لازم جرمق يشتغلوا في الحكايه دي، يعني كان كبير جدا وتقيل لانه من الصلب فتقيل، وكان المونتاج مستعصي جدا عليه طبعا لانه المونتاج بيتم عن طريق القص واللزق، فكان يصعب جدا المونتاج عليه. ما اعرفش اذا كان ممكن يتم مونتاج الكتروني، لكن انا معلوماتي يعني انه كانوا بيضطروا ياخدوا الغنوه تيك واحد او من مره واحده على طول ماشيين يعني. الى ان اخترعوا الماده، او يعني اكتشفوا انه ممكن يتعمل شرايط من ماده السيليولويد وتغطى ببراده الحديد اللي يمكن مغناطتها او تغيير شكلها عن طريق المغناطه، بحيث انه في نهايه الامر نحصل او حصلنا على الشريط المعتاد الحالي البكر. طبعا الكلام ده مش عن الكاسيت، يعني تطوير اخر للمساله لكنها معتمده على نفس النظريه على اي الاحوال. ده طبعا سهل المهمه وخلى الشريط زي ما انتم شايفينه او عارفين شكله، وفي نفس الوقت ادى الى اختراع فنون زي المونتاج مثلا، والمونتاج فن، وفن جميل قوي اللي الشاطر فيه بيعمل حاجات في منتهى الغرابه يعني. على الاحوال ده بس علشان نعرف ايه الموضوع. فلما اتنقل الشريط الصلب، طبعا الاذاعه نقلت كل شرايطها على شرايط النوع الجديد، فلما اتنقل طبعا ما امكنش تفادي هذه الوشه الناتجه من احتكاك الشريط بالهيد بتاعه، شريط الصلب طبعا بالهيد بتاعه، ما امكنش تلافيها. لكنها اتصوروا انه بالرغم من انها يمكن مزعجه شويه، لكن بقى لها نكهه تاريخيه، بقت لها ريحة كده يعني. ساعات كنت اقول والله يا ريتني لحقت صوت الشرايط الصلب ده تبقى موجودة في شغلي. بتدي احساس كده بالقدم وبالعراقة زي ما تمشي كده في سيدنا الحسين مثلا، ما تشم ريحة سيدنا الحسين، بتديني نفس الشعور كده، بتديني ريحة اصوات فقدتها وافتقدتها وكده. فانا مش شايف على اي احوال انها مسألة متعبة او حكاية الشرايط الصلب. المهم بنخش تاني على الغنى على الكرنك. مفيش الحقيقة حاجة تتقال في الدخول غير انه مصر على السلم الخماسي. كل حلم لاحة، كل ده لعين الساهر، ده خماسي. وتهدى في خيال عابري، خماسي. من اول وهفة دي اللي قلنا عليها في اول الحلقة بنلاقي كمانجات عملت الحركة بتاعتها، بين سكون من الخاطر يصل الماضي بيمن الحاضر. واضح طبعا من اول الكلام ان احنا مع حلم، مع رؤية، مع تصور يربط الماضي بالحاضر. يعني الراجل قاعد قدام الكرنك قدام المعبد و ربط مجازي ما بين ما كان وما هو كائن. يصل الماضي بيمن الحائري بيمن الحاضري. وبنكمل الى ان بنقول طاف بالدنيا شعاع من خيالي حائر. الجملة دي خلوا بالكم بقى من ايه، بصوا بقى، طاف بالدنيا شعاع. شفتوا التقسيمة، هي القراية الاصلية، طاف بالدنيا شعاع، ما فيهاش طاف بالدنيا شعاع من خيالي. ليه بقى المطاط دي؟ عشان خاطر عيون طافة، عشان كلمة طافة، عشان يحدث هذا الطواف اختار
موسيقار محمد عبد الوهاب ايقاع الفالس هنا طافا 1 2 3 بيدو 1 2 3 الى اخره، يعني 3 وحدات. سيبنا الاربعه من اربعه واحنا لسه مع مقام الكرد، وفي كل هذه الجمله احنا في الخماسي طافا بيدو مياشو. هتلاحظوا ملاحظه انه لما بقول خماسي هتلاقوه قريب من الموسيقى السودانيه مثلا، لان الموسيقى السودانيه مبنيه في اساسها على السلم الخماسي. يعني الموسيقى العربيه او نقول ايه، هما وموريتانيا وبعض مناطق الخليج بيستعملوا السلم الخماسي. اشتغلت الحان كويتي فيها استعمال كتير للسلم الخماسي. فالمهم يعني هنفتكر احنا بيها الموسيقى السودانيه. الى ان بيقول من خيالي حائر ويقف، المزيكا تقول تارارارا تدينا الحيرة تدينا التردد ده. يسأل عن سر الليالي، يا له من سرها الباقي ويالي، من أول كلمة لوعته الشادي دي أو حاجة ووهمه الشاعري، من هنا بنخش على بياتي النوى. احنا كنا كرد النوى أو كرد الصول وبقينا بياتي الصول. أصدقائي نكمل من البداية لحد ووهمه الشاعري. حال عيني الساهري وتهدى في خيال عابري، وهفى بين سكون الخاطر أصل الماضي أصل الماضي أصل الماضي أصل الماضي بيمن الحاضر. فظيع فظيع الحقيقة والله حقيقي. برضو كلام خدني مش فاهم، يعني هضطر اكرر الباقي يعني بقدر الطاقة بسرعة. بعد كده بنخش على الجزء البياتي اللي قلنا عليه، اللي هو حين ألقى الليل النور وشاحة، مصمودي كبير يعني وان تا 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 تا. كل خبطة دي أول المزورة، برضو 4 على 4 رجعنا تاني. إلى أن صحت الدنيا، إحنا ماشيين صحت الدنيا على حلم الرطيبي، وهفى المعبد اللحن القريبي مرهفا ينسابه بلحن الغيوبي ويباهيه بفن الساحر. من هنا بنخش على الفالس ده هو.
ما في لوراست هو مقام سوزناك الحقيقه، معلش باش نخش قوي في المسائل دي. المهم ده اللي فيها هنا الوادي وكم من ملك. لاحظوا برضو التفعيلات هنا بيتك قوي هو على وكم من ملك صارع الدهر، كل ده بيدي ضغوط تعبيريه وكم من يعني حصل كتير. بعدين بنخش على الـ 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 النكبة بتاعت الأغنية دي اللي هي بتاعت أين يا أطلال جند الغالبي دي. يا جماعة هو مصور السيكا على مقام الرصد، أمر في منتهى الصعوبة تنفيذا. العازفين اللي عملوا ده الشغل ده معاه لازم يكونوا عتاولة، شيء جامد جدا اللي حاصل. شوفوا تصرفاته لما بيرتجل بقى وبيقول أنا هيمان إلى آخره. بعدين بنخش على ذلك الطائر اللي اتكلمنا عنها في الأول. هتلاحظوا بقى ايه، المزيكا نطت فجأة بين نهواند. بالمناسبة شوفوا كم مقام، شوفوا عنقود المقامات شكله كبير قد ايه. تتا ترتا 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 ترتا، كل التقافزات دي والارتام المختلفة دي، هو رتم واحد واربعة من اربعة برضو، لكن اللعب داخل الرتم بيؤدي لتقافز والاحساس فعلا بانه طائر طاير وموجود بيتنطط في الدنيا. في رياض نضر الله سراها ماشيين في النهواند علشان بيمهد لنفسه انه يرجع للكرد. وسقى نضر الله سراها دي دعاء، زي ما يقول لك الله يخليك يعني، ودعاء دايما للتذاكر يعني، ما واحد يفتكر بيته القديم مثلا او بلده او كده، مصر الله يخليها، نوع من الدعاء. بين وسقى من كرم وسقى من كرم النيل رباها ومشى الفجر اليها فطواها بين افراح الضياء الغامري. هذه الصوره من الصور اللي يحلولي اقول عليها صور ذات رنين عالي، يعني صور ان شاء الله ما اتفهمت لكن شكلها حلو. حكى لي الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب مره بيسال قبل ما يلحن كليوباترا قصته كليوباترا، بيسال علي محمود طه الشاعر بيقول له ايه حكايه اسمر الجبهتك الخمره في النور المذابي، قال له هي حلوه في ودنك، قال له اه، قال له خلاص هي كده، هي حلوه كده، مش مهم تفهم معناها ايه. في بعض الصور ترن اكتر ما تدي معنى لكن رنتها جميله قوي، برغم من انه افراح الضياء الغامري لذيذه وكل حاجه لكن رنتها احلى من معناها. وعوده اخرى بيرجع تاني لحلم لاحة ويقفل رائعته الكرنك. اصدقائي المستمعين لضيق الوقت مش قادر اقول اكتر من كده ونكمل سوا. حين ألقى الليل للنور وشاع وشك الطل إلى الرمل جراح، حين ألقى الليل للنور وشاع وشك الطل إلى الرمل جراح، يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنغام النسيم الله.
شكا طلوا إلى أمي جراحة يا ترى هل سامع الفجر نواحه بين أنجام نسيم الله في الدنيا على صبح رطيب صحت الدنيا على صبح رطيب وهف المعبد للحن القريب مرهفا أنساب مرهفا أنساب من نبع الغيوب ويغادي بفن وكم من ملك صار الدهر بظل الكرنك وادعا يرقب مصر الفلك وهو يستحيي جلال المغاب
وهمي صار بي نشوة نشوة تذي بكرم العواصر. وهي في
حلمي جناح الطائر. ذلك الطائر مخضوب الجناح يسعد الليل بآيات الصباح، ويغني في غدو ورواح بين أغصان وورد ناضر. في رياض نضر الله سهاها وسقى من كرم النيل وهاها، في رياض نضر الله سراها وسقى من كرم النيل رباها، ومشى الفجر إليها فطواها بين أفراح الضياء، بين أفراح الضياء، بين أفراح الضياء. بإذن الله الأسبوع الجاي زي النهاردة وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.